صريفة. كفي معك استاذ علي، رأيك لو ما كتير في منيح مقاومة، موضوع لو ما في مقاومة كان حدا بيسترجي يروح يلم محاصيل التبغ؟ وين المستوطنين الإسرائيليين اليوم؟ لا بس ما فهمت شو يعني، يعني شو لو ما وجود ده. لو ما وجود المقاومة برأيك طب ما بدهم يطلعوا بمركبة جيش ويونيفل، لا لا لا، كان حدا بيسترجي يبقى أساسا بالجنوب، المناطق اللي عم تتعرض للقصف. لو ما في مقاومة كان حدا بيسترجي يبقى في الجنوب؟ لولا قناعة هؤلاء الناس بأنه هذه المقاومة قادرة على حمايتهم كانوا بيبقوا أو بيفلوا. مين اللي فل هاي المرة؟ في حدا بيتخيل أنه الحرب القادمة، وبلا أرجع لسؤالك، حزب الله وهذا المحور يعد العدة للحرب الكبرى الأخيرة، وهو باعتقاده أن توقيت هذه الحرب لم يحن، وهو ليس بعيدا بالمناسبة. فالأكيد يعني بعتقد أنا يعني في حدا بيطرح اليوم أسئلة أنه شو عمل حزب الله؟ أول شيء حزب الله عمل أمن وأمان لهيدي الناس لحتى تكمل حياتها بشكل طبيعي بجنوب. حزب الله عمل إشغال على طول الحدود لهذا العدو، بس السؤال شو عملتوا أنتوا؟ أنتوا شو عملتوا؟ أنتوا شو سويتوا؟ مليارين مسلم و 430 مليون عربي، أنتوا شو سويتوا؟ خيي في أنت تحمل كل هذه القضية لفئة دون أن تتحمل أنت جزء. طيب اللي بيطلع بيبقى قاعد بقطر وبيسألك شو عم تعملوا؟ طيب شو عم تعمل قطر؟ بيبقى قاعد بتركيا وبيسألك شو عم تعملوا؟ طيب أنت بتعرف أنه اليوم وصلت الشحنة الثانية من النفط الأذربيجاني إلى ميناء إيلات مشحونا عبر تركيا؟ طيب أنت بتسأل دولك لماذا لم تطرد السفراء لهلأ؟ أنت بتسأل خليفة المسلمين أردوغان لماذا لم يطرد السفير الإسرائيلي حتى اليوم، واكتفى بدعوة سفيره للمشاورات مش بإطار قطع العلاقات؟ وخبرنا أنت اللي عمل لي أنه أنا رح أسأل هيك معادلتين صغار. في حدا مبارح حاول يصور لي وزير الخارجية التركي أنه بطل لأنه رفض أن يقبله وزير خارجية أمريكا، فتبين ليه؟ لأنه وزير خارجية أمريكا مطروا على الباب برا وهو عم يحكي على التليفون بالسيارة. عملوه بطل. أما استشهاد 63 شاب فإذا عمل جبان. ثانيا، هناك من يعتبر أن الرئيس صدام حسين بطلا قوميا لأنه أطلق 39 صاروخ في محطة من محطات الطريق على هذا الكيان. يا خي صح، رح سلم معك، صح. كم أطلقت المقاومة في لبنان صواريخ من 28 أول حتى اليوم على هذا الكيان؟ وماذا فعلت؟ ليش هذا عمل بطولة وهذا منو عمل بطولة؟ لأنه في انقسام عمودي وأفقي في البلد حول هذا الأمر، حول هذه المقاومة. وهذا بيقول لك هي ما بدنا نجر البلد حرب، ومين كلفون ومين طلب منهم يعملوا هيك، ومين قال لهم نحن بدنا نطلق صواريخ على الهيدا، وما يتصرفوا باسمنا وما وحاطين ايدهم على الدولة وبايدهم قرار الحرب والسلم. يعني بتعرف الهمروجة كلها على بعضها. نرجع لعندك هلا، حنحكي شوي بهوكستين وزيارته الى لبنان، يلي هي كمان تنوضع تحت اطار التهديدات يلي عم نوصلها من اول نهار، والتهديدات جاي ضبط الجبهة، اخراج الفصائل واخراج الفصائل الفلسطينية عن خط الجبهة في الجنوب. هيدا الموضوع كمان مستفز بالنسبة للبنان. طيب حزب الله هو مقاومة، نعم. حزب الله منصوص عليه ومشرعة في البيانات الوزارية، بس انه بيجي بيقول لك انه طيب انه الفصائل الفلسطينية سواء كان القسام سواء كان يعني كل الفصائل الفلسطينية. هلا بتعرفي مين اللي بيطرحوا هيدي الأسئلة؟ وفجر القوات الفجر، انه طيب ليه انه خلي العمل محصور بالحزب؟ بتعرفي مين بيطرح هيدي المسألة؟ اللي بيتهموا حزب الله بأنه خذل المقاومة، هن نفسهم هؤلاء العملاء المطبعين، هن نفسهم بيطرحوا هذه الأسئلة. بتعرفي شو المشكلة؟ أنه كمية العهر والفجور الممارسة في هذه المرحلة فعلا تدعو إلى أنه الواحد يطلع. أستاذ علي معلم، يعني اتفقنا نحكي بمنطق. لا لا لا، المنطق بيقول في مقاومة طويلة عريضة مستلمة هيدي المهمة، ليش الفصائل شو معناتها يعني تطلع فصائل؟ لا لا، تضرب لا لا. صاروخ. أنا لما يسمح لهذا الكيان الغاصب أن يأتي بكل دول العالم ليقتل الشعب الفلسطيني، وكأنا عربي وهني عرب من حقي أن أتضامن وأقاتل إلى جانبهم، مثل ما هذا الكيان الغاصب راح وجاب العالم كله لقتل هذا الشعب، إلا إذا بدنا نتعاطى أنه نحن منا في العالم العربي. تعرفي بس هون شغلي دخلك أنت، القوات برأيك ضد
قتال الفصائل الفلسطينية صح ولا لا؟ صح. ضد انه حزب الله يفتح الجبهة صح ولا صح؟ لا؟ صح اكيد. في نائبة من القوات اللبنانية سمعتها عم تقول انه تفاجأت بخطاب السيد، كنت معتبرته انه سيكون اقوى، وشعرت انه خذل المقاومة، وحسيته كأنه يعمل كمراسل حربي واعلامي. طب هيدي وقاحة ولا مش وقاحة؟ لما رحنا على عوكر نتظاهر، هيدا رأيي، لما رحنا على عوكر نتظاهر، هذا الفجور والعهر اللي انعمل بعد هذه المظاهرة، هذا تماهي مع الصهاينة ولا من التماهي؟ لا لا، لحظة، هذا تماهي ونص. لحظة استاذ علي، هذا التوصيفات اللي أطلقت بحق الناس. بس لحظة، شو بتسميها؟ أني ما 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 أطلقت بحق الناس اللي راحت ظهرت، أطلقت بحق الطابور الخامس يلي في حرق رزق الناس. قيل أن هؤلاء الناس لا يشبهونا وجايين من الخيام، علماً أنه جبور قال عن الناس اللي حرقت، لا قالها عن كل الذين تظاهروا، وأنا كنت واحد منهم حاضر في تلك المنطقة، ونحن كأحزاب دعت إلى هذه المظاهرة. نحن لا نؤيد أعمال الشغب التي حصلت، ولكن الأكيد والمحسوب والأكيد الأكيد الأكيد إنه هيدي الناس عندها شرف وكرامة. أتشار الجبور على 10,000،